السلام عليكم يا الاصدقاء واهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والاسطوري وكالعادة على قناتكم جيمز بارك في هذا المقطع الخاص باليوم ان شاء الله يا الاصدقاء سوف نقوم بالتعرف على افضل خمسة خطط من شركة كونامي لهذا الاسبوع ان شاء الله وكما عودتكم في الخطط سوف تكون مناسبة لجميع صالات لعب الخاص بكم يا أصدقائي حتى يستفيد الجميع إن شاء الله من هذا المقطع وكل شخص يجد الخطة المناسبة له وللصال الخاص به وكذلك أصدقائي قبل الدخول في المقطع والتعرف على هذه الخطط لا تنسونا دائما بدعمكم الرائع للمقاطع عبر الضغط على الزر لايك يا صديقي أنت الذي تشاهدني الآن قم بالضغط على الزر لايك للمقطع الاشتراك في القناة إذا كنت غير مشترك بعد اشترك معنا الآن يا صديقي في القناة وكذلك لا تنسى تفعيل زر الجرس حتى تكون أنت دائما من بين أوائل الاشخاص الذين يشاهدوا المقاطع الجديده على القناه اول باول وكذلك لا تنسى ترك تعليق محفزا وايضا اذا كان لديك اي تساؤل يمكنك ان تكتبه في تعليق اسفل هذا المقطع سوف اقرا جميع التعليقات واجيب الجميع ان شاء الله اما الان ندخل في المقطع ونتعرف على كل الخطط نقوم مباشرة بالضغط على بيستيم سيزن هنا أصدقائي لذلك نقوم باختيار بيستيم وسوف نقوم بالتوجه مباشرة إلى قارة أوروبا للحصول على أول فريق معنا في المقطع ننزل قليلا أصدقائي نبحث عن هذا الدوري كما تشاهدون نقوم مباشره بالضغط عليه بعد ذلك سوف تظهر معنا العديد من الفرق هنا نقوم بالنزول قليلا ونختار هذا الفارق كما تشاهدون نقوم بالضغط عليه دون باك من هنا ثم المدرب فورميشن تشينج ديفولت وتظهر معنا خطه 4 2 2 2 هذه الخطه صراحه اصدقاء من بين افضل واقوى الخطط التي انا شخصيا وحاليا اعتمد عليها وقمت بالفوز في العديد والعديد من المباريات باستعمال هذه الخطه اصدقائي صراحه خطه قويه جدا انصحكم حالا بتجربه هذه الخطه وقوموا بحفظها في حال يعني قامت كونامي بحذفها فهذه الخطه اصدقائي صراحه خطه جيده جدا وهي قويه في ستايل الاستحواذ الكوي كونتر واللونج بال كونتر وكذلك يمكنكم استعماله مع لونج بال لكن في ستايل اوتويد صراحه ليست افضل شيء ولكن يمكنكم لعب كرات عرضية عبر هذه الخطة صراحة خطة قوية جدا أصدقائي قوموا بتجربتها ولن تندموا عليها صراحة من بين أفضل وأقوى الخطط المتوفرة حاليا أما الآن ننتقل مباشرة إلى ثاني خطة معنا في هذا الفيديو نقوم مباشرة بالضغط على بيس تيم بعد ذلك إلى بيس تيم هنا أصدقائي وسوف نقوم مباشرة بالتوجه للحصول على ثاني خطة معنا في هذا الفيديو نختار نورت أند سوتر أمريكا كما تشاهدون بعد ذلك نقوم باختيار الدوري المكسيكي من هنا أصدقائي كما تشاهدون وسوف نقوم مباشرة باختيار هذا الفريق يظهر معنا الان نقوم بالضغط على دون ثم باك من هنا ثم المدرب فورميشن تشينج ديفولت وتظهر معنا خطه الأربعة واحد ثلاثة اثنين هذه الخطه كذلك اصدقائي صراحه خطه قويه جدا انا شخصيا قمت بالاعتماد على هذه الخطه وكان اداؤها صراحه اداء قوي وخرافي اصدقائي وانا شخصيا اعتمد على هذه الخطه مع ستايل اللونج بال كونتر وكان اداؤها قوي جدا وبالتالي فهذه الخطه سوف تكون كذلك مباشره جيده في ستايل الكويك كونتري اصدقائي يعني ستايلات الهجمات المرتده سوف تكون جيده معك فيه وكذلك بالاعتماد على لاعب ال ام اف و ام اف يكونون يعني سريعين مثلا اجد لاعب صون هناك مركز ال ام اف فهو لاعب سريع سوف يساعدني على لعب كرات عرضيه وبالتالي سوف تكون هذه الخطه كذلك جيده في ستايل اوت وايد يمكنكم استعماله مع السير لونج بار وكذلك ستايل الاستحواذ يعني خطه قويه جدا اصدقائي مناسب لجميع ستايلات لعب الخاصة بكم حتى هذا ال الـ الـ كما قلت لكم وكذلك ال ام اف اذا كان لديك ار ام سريع فسوف يقومون بلعب كرة عرضية وكذلك يقومون بالتغطية الدفاعية وبالتالي خطة متوازنة دفاعيا وهجوميا والان اصدقائي ننتقل مباشرة الى الخطة الثالثة معنا في هذا الفيديو ننتقل مباشرة الى بيس تيم ثم الى بيس تيم وهذه المرة اصدقائي لن ننتقل لا الى امريكا ولا الى اوروبا سوف ننتقل الان مباشرة الى اسيا اصدقائي ثم على ميجي ياسود جي 2 لي كما تشاهدون ليس الدوري الاول بل الدوري الثاني هنا اصدقائي نقوم مباشره بالنزول نختار فريق راوسو كوماموتو كما, كما تشاهدون نقوم بالضغط عليه نختار باك المدرب فورميشن تشينج ديفولت تظهر معنا خطه الثلاثه واحد ثلاثه ثلاثه فكما تشاهدون هنا اصدقائي فهذه الخطه ال دبليو اف فا ام اف ار دبليو اف وال ام اف وكذلك لديك لاعب في مركز ار ام اف لاعب واحد في مركز ام اف وثلاثه لاعبين في مركز قلب الدفاع صراحة يا يعني أصدقائي هذه الخطة ليست أفضل شيء دفاعيا ولكن هجوميا هي خطة قوية جدا في الهجوم أصدقائي يمكنك اللعب من العمق عن طريق اللعب الآن اف كذلك يمكنك التوجه يعني عبر اللعب على الاطراف عن طريق اللعب ال ام اف ار ام اف دبليو اف وكذلك الار دبليو اف وكذلك لديك لاعب واحد في مركز راس الحربه يمكنك الاعتماد على الكرات العرضيه في هذه الخطه بالنسبة لي أنا شخصيا أصدقائي فهذه الخطة قوية جدا مع السايل أوت وايد وكذلك سوف تكون جيدة معكم في السايل كويك كونتر واللونج بار كونتر والأنصح باستعمالها مع أي ستايل لاعب آخر مثل الاستحواذ فلن تكون جيدة معك هذه الخطة في أصدقائي لأنها خطة ضعيفة وبعض الشيء دفاعيا والأنصح بها أما الآن ننتقل مباشرة إلى الخطة الرابعة معنا في الفيديو ونقوم مباشرة بالضغط على بيستي ستين ثم على بيستي من أصدقائي وللتذكير فالخطة الرابعة والخامسة سوف تكونان كلاهما من قارة آسيا من دوريات مختلفة نقوم مباشرة بالضغط على آسيا أصدقائي بعد ذلك نقوم بالضغط على هذا الدوري هنا هيلوكس ريفو كما تشاهدون أو الدوري التايلاندي نقوم بعد ذلك بالنزول قليلا هنا أصدقائي ونختار فريق راتشابوري كما تشاهدون نقوم بالضغط على باكتوم ونختار نختار المدرب فورميشن تشينج ديفولت وتظهر معنا هذه الخطة الغريبة والعجيبة يا أصدقائي كما تشاهدون خطة لا يوجد فيها لاعب في مركز رأس الحرب تتوفر فقط على لاعبين في مركز الجناح ولا يوجد لاعب في مركز رأس الحربة كما تشاهدون هنا أصدقائي نقوم بضبط خطة لديك لاعبين في مركز الام اف ال دبليو اف ار دبليو اف لاعبين في مركز ارتكاز واربع مدافعين هذه الخطة أصدقائي لا تعتمد يعني على الدخول من العمق بشكل كبير تعتمد مثلا على لعب كرات عرضية يعني هؤلاء اللاعبين هنا أصدقائي يقومون بالتقدم الآن اف كذلك يقومون بالتقدم هنا وكذلك الال دبليو اف وتلعب كرة عرضية من هنا وقد تسجل هدف عن طريق كرة عرضية ولكن قد تكون جيدة معكم في الدخول من العمق إذا كنت تلعب الاستحواذ استحواذ فيمكنك التقدم عن طريق اللاعبين في اف أصدقائي فهذه الخطة فيها تنوع في اللعب بصراحة يمكنك استعماله للكرات العرضيه وكذلك للاستحواذ وبالتالي فصلات اللعب الخاصه بها سوف تكون جيده في الكويك كونتر لونج بال كونتر كذلك اوت وايد واللونج بال والصي الاستحواذ كذلك سوف تكون جيده معكم فيه يا اصدقائي لانه خطه رغم انه لا يوجد راس حربة في اللاعبين هنا في مركز الام يتقدمون ليحلوا محل يعني اللاعب راس الحربة وبالتالي فهي خطة جيدة كذلك دفاعيا هي قوية جدا يا اصدقائي قوموا بتجربتها واكتبوا لي رايكم حول هذه الخطة الغريبة التي لا يوجد فيها لاعب راس حربة اي شخص قام بتجربة هذه الخطة شارك رايك معنا يا اصدقائي يا صديقي في هذا المقطع في التعليقات واكتب لنا رايك حول هذه الخطة وهل كانت جيدة معك ام لا اما الان ننتقل مباشرة الى الخطة الخامسة وهي الخطة الاخيرة معنا في هذا الفيديو نضغط مباشرة على بيستيم سيتي ثم على بيستيم وكما قلت لكم يا أصدقائي في الخطة الرابعة والخامسة سوف يكون المعنى في الآسيا والمهم نقوم مباشرة الآن بالضغط على قارة آسيا ومع دوري جديد يا أصدقائي نقوم مباشرة بالضغط على كوريا هنا بعد ذلك نقوم بالنزول قليل للبحث عن الفريق الذي سوف نحصل منه على الخط والدوري الكوري اصدقائي فهو دوري جديد معنا اصدقائي نقوم بالضغط هنا على فورميشن تشينج ديفولت وستظهر معنا هذه الخطه التي فيها لاعبين في مركز الام اف يعني كما عودتنا كون هنا هنالك خطه اربعة 3 3 يكون فيها لاعبين هنا في مركز ال دبليو وكذلك في مركز الار دبليو لكن هنا لدينا لاعبين في مركز الام اف ولا يوجد لاعب معنا في مركز ال اف وكذلك على RWF فكما تشاهد حتى هؤلاء اللاعبين هنا الموجودين في مركز الام اف نرى يعني المراكز التي يمكنهم اللعب فهو عندما نقوم بتغيير المركز الخاص به يعني هل سوف يصبحون لاعبين سام اف ام انهم لا يمكن تغيير المركز الخاص بهم ام انهم يمكنهم اللعب كذلك في مركز الجناح نقوم بالضغط هنا فكما تشاهدون يمكنك تغييره فقط الى مركز السام كذلك اللاعب الاخر في مركز الاي اف لا يمكنك تغييره الى مركز الجناح ومن وجهه نظري انا شخصيا اصدقائي انصح بشك الخطه هكذا تلعب باربع مدافعين لاعب واحد في مركز الاي ام هنا كذلك لديك لاعبين في مركز السام اف امامهم لاعبين في مركز الام اف ولاعب واحد في مركز راس الحرب بالنسبه للصالات لاعب الخاص بهذه الخطه يا اصدقائي فهي مناسبه جدا للستايل كوي كونتر واللونج بال كونتر وكذلك مناسبه للستايل الاستحواذ واللونج بال لكن ستايل اوت ليست افضل شيء يا اصدقائي ولا انصحكم باستعمال هذه الخطه مع ستايل اوت لانها دائما هذه الخطه تعتمد اما على المرشدة مرشده وعلى التمريرات البينيه عن طريق ستايل الاستحواذ حتى يمكنك تسجيل اهداف عن طريق هذه الخطه